بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم حفل تدشين البرنامج التلفزيوني قدها الذي أطلقته القيادة العامة للحرس الملكي بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وذلك بسينما واحد بمجمع السيف. حضر الحفل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وعدد من كبار الشخصيات والضيوف المدعوين. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن برنامج قدها يعتبر من المبادرات الهامة التي تبرز القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها الشباب البحريني عبر سلسلة من التحديات العسكرية التي تتطلب اللياقة البدنية والصلابة وقوة التحمل. فالبرنامج يعد إنتاجا إعلاميا جديدا ومبتكرا على مستوى الوطن العربي، يمنح الفرصة للشباب لاستعراض قدراتهم ويزرع لديهم العديد من القيم. وأشار سموه إلى أن إطلاق اسم قدها على البرنامج بحد ذاته يدل على التحدي والتفوق، وفيه استنهاض للعزيمة، وأن تلك المبادرة تأتي ضمن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المتواصلة في دعم وتشجيع الشباب إيمانا من سموه بأنهم الثروة الحقيقية للوطن، كما أنه يقدم صورة عن ما يواجهه العسكري من تحديات وصعوبات عديدة. وأثنى سموه على جهود طاقم العمل وكافة الجهات الداعمة لهذا المشروع المتميز، مشيدا بجميع المشاركين ومهنئا جميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. هذا وقد دشن سموه رسميا إطلاق البرنامج الذي سيبث على منصة شاهد ابتداء من يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس بواقع 7 حلقات. وبمناسبة التدشين ألقى المخرج والمشرف العام على البرنامج السيد أحمد الشيخ كلمة تقدم فيها بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لدعم سموه لإطلاق البرنامج، امتدادا لدعم سموه اللامحدود لشباب الوطن. وتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الذي أطلق فكرة هذا البرنامج لإيمانه بقدرات الشباب البحريني.